تنبيهات جوجل عبارة عن أداة مثالية لمتابعة قضية رئيسية لحملتك أو نشاطاتك غير الربحية. يمكنك أيضا استعمالها لتتبع ما يقال عن منظمتك أو موظفيك الرئيسيين مثل المدير التنفيذي. تتمثل الخطوة الأولى في أن تقرر ما تريد تتبعه، ومن ثم فكر مليا في مصطلحات البحث والعبارات الرئيسية والهاشتاج الأكثر صلة. فعلى سبيل المثال، لو كنت ناشطا بيئيا أتابع الصيد غير المشروع للفيلة في جنوب أفريقيا، فبإمكاني وضع العبارات الرئيسية التالية باستعمال مشغلات البحث المعيارية في جوجل. انظر نشرتنا الخاصة: الفيلة والصيد غير المشروع، الفيلة والأنواع المهددة بالانقراض، الفيلة وجنوب أفريقيا، الفيل وسوق العاج. بعد ذلك انتقل إلى google.com/alerts. باستعمال قائمة كلماتك الرئيسية أنشئ تنبيهك واختر التردد واللغة والمنطقة التي ترغب في مراقبتها. عاين النتائج التي ستحصل عليها. حالما تشعر بالرضا أدخل البريد الإلكتروني الذي ترغب في استلام التنبيهات عليه، ثم انتظر وصول التنبيهات. وأنت تقرأ التنبيهات أضف روابط إلى خطة النشر خاصتك، وانتبه للمؤلفين والخبراء الجدد والمنظمات الجديدة التي تغطي قضيتك. من الأمور الهامة المتعلقة بتنبيهات جوجل إمكانية تحديدها تبعا لأهمية وتوقيت القضية بالنسبة لحملتك وحذفها. نصيحة مؤثرة: قم بإعداد مرشح في بريدك الإلكتروني لإرسال التنبيهات إلى علبة بريد معينة، سيكون بإمكانك عندها التنقل بينها بسرعة وفقا لجدول زمني خاص بك.